سيدنا محمد النبي الرحمة، وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة وعمن تبعهم وسار على نهجهم، وارض عنا معهم يا رب العالمين. صحابينا الذي نتكلم عنه اليوم رجل من خيرة الصحابة من جهة، ومن أكثرهم علما وفقها ورواية للحديث النبوي الشريف بعد أن فهمه ووعاه وحفظه وأتقنه. كان من فتيان الصحابة وشبابهم، ألا وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وكثيرا ما نسمع المحدثين من العلماء يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا الرجل العظيم كان من الصحابة الأنصار، من الخزرج منهم. لما انبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأرض مكة لعله كان لم يولد بعد، فلما أن هاجر رسول الله إلى المدينة كان في مطلع حياته. لما جاء إلى المدينة كان يتجاوز العاشرة بقليل، لعله في الحادية عشرة من عمره. حتى إذا جاء يوم موعد غزوة أحد كان هذا الإنسان قد بلغ الرابعة عشرة أو الثالثة عشرة من عمره. وكان الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، وبخاصة أحداثهم فتيانهم وشبابهم، كلهم متعلقين برسول الله صلى الله عليه وسلم تعلقا تاما. وهذه القضية يا أيها الكرام شأنها عجيب وفائدتها كبيرة جدا، التعلق بالكرام. الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان الذي يعتبر من قصص الفضلاء والصلحاء ومن ثم يتعلق بهم فيجعلهم قدوته وأسوته، ذاك إنسان أصاب كبد الحقيقة وعين المطلوب من حياته. لأن الإنسان يعظم باتباع الفضلاء ويصغر باتباع الصغراء والأذلاء والحقراء. كان الصحابة رضي الله عنهم وبخاصة شبابهم قد تعلقوا برسول الله تعلقا تاما، فهو قدوتهم وهو أسوتهم وهو مرجعهم وهو موضع عنايتهم واهتمامهم. أشير بهذا إلى ما يكون في عصرنا، بل ومن عصور خلت، إلى أن يجعل الإعلام السيء المفسد كثيرا من الأناس الذين لا يزنون عند الله جناح بعوضة منظرا ومركزا للاهتمام، وتسلط عليهم الأضواء، فيعرف كثير من شباب المسلمين عن الرياضيين والفنانين ما لا يعرفونه عن الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وأصحاب الدين والعقل والإيمان من أهل الاستقامة. هذه مصيبة كبرى. لذلك قلت: التعلق أمر عظيم. تعلقت نفسه بسيدنا رسول الله هو ومن حوله. لما كان يوم أحد أراد المسلمون الخروج، فإذا بجماعات من شباب وفتيان المسلمين يتأهبون فيقفون على موضع خروج رسول الله إلى الغزوة، يقفون أمامه يزيدون على 15 إنسانا، كلهم لم يتجاوز ما بين 13 إلى 14. تخيل بالله عليك، يعني في زماننا صف سابع، بالله عليك أقول هذا لأن قلبي يعتصره الألم. الآن يصل الإنسان إلى 20 إلى 30 وهو طفل، طفل في كل شيء، في دينه، في عقله، في دنياه، في استقامته، في أدبه، في أخلاقه، في اعتماده على الله ثم على نفسه، وهو طفل، طفل بكل معنى الكلمة. غرس الرجولة أمر عظيم. كلهم يقفون أمامه وكلهم يتطاول، يقف على صدور قدميه ليرفع رجليه إلى الأعلى ونفسه
جسمه يرتفع إلى الأعلى فيراه رسول الله فيعرف أنه كبير يستحق الخروج إلى المعركة فيقول تعال أنت. من هؤلاء؟ كلهم من فضلاء الصحابة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري صحابي اليوم، زيد بن أرقم، زيد بن ثابت، وأمثالهم من كرام الصحابة وفضلائهم. كانوا أطفالا صغارا في سنهم وكبارا في عقلهم ودينهم وإيمانهم. نظر في وجوههم سيدنا رسول الله تصفحها، كلهم كانوا دون البلوغ فلم يأذن لهم في الخروج، كان يأذن لمن بلغ، والبلوغ بعد هذا بقليل. أيضا كلنا يعلم هذا، البلوغ عند الرجال يكون غالبا في 14، في 15 تقريبا معظم الناس، فمن لم يره بالغا لم يأذن له، وكل هؤلاء ما كانوا بالغين فردهم. كان ممن يوجد في هذه المعركة ليشترك فيها والد أبي سعيد الخدري. أبو سعيد من باب الفائدة والذكر اسمه سعد بن مالك، وهذا الاسم مر علينا سابقا، أحد منكم يذكره؟ سعد بن أبي وقاص الذي تكلمنا عنه من العشرة المبشرين بالجنة اسمه سعد بن مالك، لكن ابن أبي وقاص من أين هو؟ من مكة، يعني من المهاجرين، وأبو سعيد الخدري أقول من الأنصار. قال كلاهما اسمه واحد؟ نعم، سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص اسمه مالك فهو سعد بن مالك، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. يميزان بأن الأول مهاجري والثاني أنصاري، وبأن الأول هو سعد بن مالك بن أهيب، والثاني صحابي اليوم أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. مالك أبوه خرج ليشترك في هذه الغزوة، وأبو سعيد كما أشرنا لا يزال صغيرا، عرض نفسه ليشترك فلم يأخذه معه رسول الله إلى المعركة، أما الأب فقد دخل إليها فاشترك فيها ولم يعد منها لأنه استشهد رضي الله عنه. أبوه مالك بن سنان يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعركة، ما بيأثر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعركة خرجت لاستقباله أنا وجماعات من المسلمين. تعلمون ما جرى يوم أحد، وأبو سعيد استشهد والده في الغزوة، خرجت لاستقباله. قال فلما وقع نظره علي قال: سعد بن مالك. قرب شوي لهون أبو عبدو، شوي صغير لهون، لهون نزلة شوي صغير، 10-11 بس. قال سعد بن مالك. قلت نعم يا رسول الله. فقال: آجرك الله في أبيك، آجرك بمعنى أعطاك أجرا كبيرا. لما؟ لأن أباه استشهد في أحد كما أشرنا. آجرك الله في أبيك. قال فانطلقت إليه حتى قبلت ركبتيه. أبو سعيد رضي الله عنه يقول: فانطلقت إليه حتى قبلت ركبتيه ثم عدت معه إلى المدينة، فما مكثنا بالمدينة إلا قليلا حتى عرض لنا ما يعرض للناس. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند قال: قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: لما استشهد والدي تركنا بغير مال، فما مضت أيام علينا حتى اشتد البلاء علينا وما عندنا من شيء. فقالت لي أهلي، يعني أمه: أخرج حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أخرج حتى لا أجد شيئا. قال معناها عنده شيء، هو يقول لا أخرج حتى أجد شيئا، إذن عنده شيء في البيت؟ لا. يقول هذا
قال وبطني معصوب بحجر من شدة الجوع ويقول لا أخرج حتى لا أجد شيئا. الآن البيوت مملوءة ونحن فقراء ما عندنا شيء يا أخي، ما في حدا بطلع علينا، لهجتنا العامية ما في ابن حلال. لك اتق الله يا إنسان، اتق الله، اتق الله يا مسلم، يا رجل يا امرأة اتق الله. كم تطمع في المال ولا تطمع في رحمة الله، كم تأمل المال من الناس ولا تأمل عفو الله وإكرامه ورحمته وإمداده هو. لا تعلق قلبك بالناس. شدة الفقر عليه وصلت إلى أن يعصب على بطنه حجرا من الجوع ويأبى على أمه أن يخرج ليسأل رسول الله مساعدة له ولأهله، يقول لا أخرج حتى لا أجد شيئا. قال فنظرنا في البيت فإذا لا نجد شيئا، ما في شيء أبدا. فمضيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقته وهو يخطب الناس خطبة جمعة، لا يبدو أنه كان يعظ الناس. قال فسمعته يقول من بعيد ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. من بعيد هو قادم إلى المسجد يسمع هذا الكلام بقدر الله. ومن يستغني عن الناس يعني يغنه الله، هذا معنى ومن يستغني، يعني لا يسأل الناس، لا يتوجه بقلبه إلى الناس. ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال فوالله ما إن سمعتها حتى رجعت إلى أهلي ولم أسأل رسول الله شيئا. أسمع منه من يستعفف يعفه الله، سأستعفف والله يعفني. هو يوقن أن كلام رسول الله حق وأن وعده من وعد الله حق سيكون، من يستغني بما عند الله سيغنيه الله تعالى. فرجع الرجل ولم يسأل شيئا. يقول أبو سعيد فوالله بعدها فتح الله تعالى علينا أبواب الرزق، فما أعلم رجلا من الأنصار أكثر أموالا مني ومن أهل بيتي. يصدق بمنطوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف أنه ينطق بالحق وأن ما يعده من وعد الله سيكون واقعا بلا مرية ولا شك. يرجع الرجل فيمكث بالمدينة ويصبر على قدر الله، فيفتح الله تعالى له أبواب الأرزاق الحسية والمعنوية. أما الحسية فقد قاله فما أعلم رجلا في الأنصار أكثر أموالا مني ومن أهلي. وأما المعنوية أيضا فإنه من بعدها كان يكثر ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ منه حديثه، وكان كما قلنا في مطلع شبابه. فمن بعد أحد كان قد كبر واستحق أن يكون في مصاف من يشترك في المعارك، فلزم رسول الله من يومها إلى آخر حياته الشريفة، لزمه في المعارك ولزمه في الحضر، في السفر والحضر، وفي كل وقت. لا يقصر في معركة ولا يقصر في حضور مجلس ينتفع فيه من العلم. يقول أبو سعيد رحمه الله تعالى ورضي عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر، فيهم أبو ذر وعبادة بن الصامت وأنا وعد أشخاصا. قال بايعناه على ألا تأخذنا في الله لومة لائم. قال فاستقال أحدنا فأقاله. قال إيش هذا؟ هذه البيعة بيعة عظيمة شديدة، ما يستطيعها إلا من توكل على الله تعالى توكلا حقيقيا، ومن وطن نفسه على أن يعتمد على الله تعالى وعلى أن يصبر على أذى الناس. ألا تأخذنا في الله لومة لائم، هذه الكلمة على وجازتها قضية عظيمة كبيرة جدا. الآن لو مشيت في الطريق فوجدت إنسانا على معصية منكر وهو يستعلن به، إذا كنت لا تأخذك في الله لومة لائم ينبغي أن تنصحه ألا تسكت على المنكر الذي تراه،
من يستطيع هذا إلا القليل؟ ألا تأخذك في الله لومة لائم إذا دخلت إلى أهلك فطالبوك بشيء وليس عندك من وخطر في نفسك أن تقع في الحرام حتى تحضر لأهلك هذا الشيء الذي لا يراقب الله تعالى تماما، يبادر إلى الحرام، يقول أهلي طلبوا وماذا أفعل؟ والذي لا تأخذه في الله لومة لائم يقول إليكم عني لو سألتموني من اليوم إلى أن أموت لا أصنع حراما حتى أحضر لكم مالا، لن يكون هذا قط. لا يلتفت إلى لوم اللائمين، هذا معنى لا تأخذه في الله لومة لائم. وهذه قضية قلت من يحتملها إلا القليل، كل منا يقول إذا لامني والدي، إذا لامني أخي، إذا لامني صديقي، إذا لامتني زوجتي، إذا لامني ولدي فطلبوا مني أشياء وأشياء وأشياء، سأستجيب لهم، سأرضخ لهم، ماذا أفعل؟ لا تأخذه في الله لومة لائم. لذلك قال فاستقال أحدنا فأقاله، قال إيش استقال؟ يعني قال يا رسول الله بعد أن بايع قال هذه صعبة، تأذن لي يا رسول الله أن أنسحب منها؟ قال فأقاله، أقاله، ليس كل الناس يستطيع ذلك، فأقاله. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أيضا كما أخرج الإمام أحمد وغيره قال وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول يوما لا يمنعن أحدكم أو لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه، لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه. أيضا هذه قضية عظيمة وقل من يستطيعها، كل منا يحسب كما يقول في هذه القضايا ألف حساب، إذا تكلمت ماذا سيحل بي؟ الحديث يقول لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه. وأبو سعيد قد بايع قبلها أيضا على أن لا تأخذه في الله لومة لائم. قال فلما كان زمن معاوية وتذكرت الحديث خرجت إليه، أبو سعيد بالمدينة ومعاوية رضي الله عنه صار في مركز الخلافة في دمشق، قال فلما تذكرت الحديث خرجت حتى أتيت معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت إلى المدينة. قال إيش ملأ أذني؟ بالنصيحة، أنت خليفة المسلمين، هناك في ظلم، هناك في تقصير، هناك في قلة إعطاء، هناك في اعتداء، هناك 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 هناك، كل ما يراه حقا تكلم به، مضى إليه إلى بلاد الشام، كلمه بكل ما يراه حقا ثم رجع إلى المدينة. وهذا أمر لا يستطيعه كما قلت إلا إنسان ذو شخصية كبيرة جدا كمثل هذا الذي آتاه الله تعالى من العلم والفضل والثبات والقوة ما يستطيع تحمل هذا. هذه نتف وقطع من حياة أبي سعيد، سنكمل الكلام عنه غدا إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعنا بما تعلمناه، والحمد لله رب العالمين. إياكم إن شاء الله.